السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل أسئلة جريدة الجمهورية. إحنا في السؤال رقم 147. سلك مستقيم شكل على هيئة ملف دائري، هنيجي عند كلمة ملف دائري ونشد خط يمر به تيار شدته اي، إذا أعيد التشكيل هنيجي عند كلمة أعيد التشكيل ونشد خط، وبعدين مديني إن اللفات بدل ما كانت إن هتقل تبقى إن على 4 مع مرور نفس التيار، برضه هنشد خط تحت كلمة نفس التيار. هو عايز كثافة الفيض عند المركز هتصبح كام؟ يعني ب2 هتبقى كام؟ طبعا ده السؤال جه في الامتحان التجريبي. بأهم حاجة نكون عارفين إن أنا عندي سلك وهشكله على شكل ملف دائري، وبعدين أعيد تشكيل السلك نفسه وأعمل ملف وأزود عدد اللفات، ده هيكون على حساب نصف القطر. طب لو قللت عدد اللفات هيبقى على حساب نصف القطر، والعلاقة اللي بينهم عكسي، لما كانوا لفة واحدة نصف القطر كبير، ولما يبقى لفات كتير يبقى نصف القطر صغير، يبقى في علاقة عكسية بين الان ونصف القطر. وبالتالي لما انا اسمع اني عندي في المسألة ملف دائري وانه هيعيد تشكيل السلك اللي بيكون منه الملف الدائري ويعمل عدد لفات مختلف، على طول بستخدم القانون بتاع النسب، ب1 على ب2 بيساوي ان 1 تربيع على ان 2 تربيع بيساوي ار 2 تربيع على ار 1 تربيع. طيب احنا دلوقتي امتى استخدم القانون ده وامتى استخدم ده؟ اولا القانون ده ما ينفعش استخدمه في نسب البي 1 لبي 2 الا إذا كان الملف هيتعاد تشكيل نفس السلك، رقم 2 إذا كان التيار في الملفين نفس التيار، يعني التيار اللي هيمر في الحالة الأولى هو نفس التيار اللي هيمر في الحالة التانية. طب لو ما كانش نفس التيار هقول في أي 1 على أي 2. طيب ماشي، إمتى أستخدم الإنات؟ لو هو قال لي إن عدد اللفات بقت كذا وبقت كذا، طب وإمتى أستخدم نصف القطر؟ إذا قال لي نصف القطر كان بكذا وبقى بكذا. طيب هنا أنا معايا عدد اللفات، عدد اللفات في الأول كان إن، عدد اللفات في الحالة التانية كان إيه؟ إن على 4. هبدأ بقى أقول ب1 على ب2 بتساوي إن 1 تربيع على إن 2 تربيع، وعوض إن تربيع على إن على 4 الكل تربيع، يبقى هيبقى عبارة عن إن تربيع على إن تربيع على 16. دي هتروح مع دي مقام المقام بسط، يبقى دي عبارة عن 16 على 1. أنا كده ما حلتش، أنا كده جبت النسبة بين بي 1 لبي 2، هو مش طالب النسبة، هو عايز بي 2 أصبحت كام من بي الأولى، يبقى هضرب طرفين فاصلتين. أنا جبت كده بي 1 على بي 2، دي كده نسبة، يبقى مش ده الحل، خصوصا إنك هتلاقي في الاختيارات 16، لا ده مش الحل. بي 1 في 1 ببي 1، وهنا 16 بي 2، في طلبة كتير ما بتكملش الخطوة دي. بي 2 هتبقى عبارة عن بي 1 على 16، يبقى هنا البي هتصبح 1 على 16 من بي الأصلية. ندور في الاختيارات هنلاقي الاختيار رقم ألف. نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 148، وبرضو السؤال ده جه في الامتحان التجريبي. بيقول لي عندك سلكين اكس وواي البعد العمودي اللي بينهم 30 سنتي، طبعا هنا ده مجال خارجي، اكسات اهو، ده مجال خارجي موجود فيه السلكين، كثافة الفيض للمجال الخارجي بي، يبقى هنا في مجال خارجي ماشي. البعد العمودي بينهما 30 سنتي، الحدة دي 30 سنتي، يمر بكل منهما تيار كهربي شدته هنا 4 أمبير وهنا 3 أمبير على الترتيب، يتعرض السلكين لمجال مغناطيسي كثافته بي، اللي مغناطيس خارجي كثافته بي، البي دي مش التوتال، يتعرض السلكين لمجال مغناطيسي خارجي، خارجي اللي هو الإكسات، كثافة الفيض البي، وكمان هو كاتب لي على الإكسات دي إنها بي، تمام، عمودي على مستوى الصفحة للداخل كما بالشكل، فإذا علمت أن محصلة القوى المغناطيسية المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك إكس تساوي 2 × 10^-5، عايز قيمة البي، عايز قيمة المجال الخارجي. هنتعامل مع المسألة دي إزاي؟ أول حاجة فين السلك اللي اتأثر بقوة مغناطيسية؟ قال لي إذا علمت أن محصلة القوى المؤثرة على السلك إكس، تمام، هروح للسلك إكس وهسأله أنت دلوقتي يا سلك اتعرضت القوة ليه؟ هو أنت موجود في مجال؟ هيقول لك أيوه، مجال مين؟ هيقول لك أنا موجود في مجال السلك ده والمجال الإكسات، تمام؟ طيب مجال السلك ده الإبهام مع التيار، هنا إكسات وهنا نقط، يبقى إذا السلك ده موجود في مجال وبالتالي هيتأثر بقوة. ما هو في شروط لتأثر السلك بقوة، إن السلك يمر بيه تيار وموجود في مجال، وبالفعل السلك ده بيمر بيه تيار 3 أمبير وموجود مش في مجال واحد، ده موجود في مجالين، في بي توتال، مجال اللي جاي من السلك ومجال الإكسات اللي موجود فيها السلكين.
تمام. البي توتال دي بقى اللي جايه من هنا ومن هنا تجاب بالطرح ولا بالجمع نحدد. ادي الابهام مع التيار، ادي كده اكسات، هنا نقط، يبقى في نقط للسلك ده وفي اكسات للمجال الخارجي، يبقى اذا اتعرض السلك اكس الى نقط واكسات، يعني البي اللي واصله له البي توتال تاتي بالطرح. يعني هقول ان الاف اللي اتعرض ليها السلك اكس عباره عن دل بي اي ال، التيار اللي ماشي في السلك اكس، الطول للسلك اكس، اما البي مش بتاعه السلك اكس، البي بتاعه التوتال اللي واقع فيها السلك اكس. تمام. انا عندي الاف اللي اتاثر بيها السلك اكس عباره عن 2 × 10 ÷ 5، 2 × 10 ÷ 5. طيب والبي توتال ما نعرفهاش، عندنا التيار اللي بيمشي في السلك اكس بيساوي 3، وهنا على وحده الاطوال، يعني دي عباره عن اف على ال، يبقى البي توتال عباره عن 2 × 10 ÷ 5 على 3. بنحسب من هنا البي توتال هتطلع قيمتها حوالي 6.67 × 10 ÷ 6 تسلا. تمام. طيب البي توتال دي عبارة عن طرح مين ومين؟ طرح البي سلك والبي خارجي. طيب هقول ايه بقى؟ خلي بالكوا الطرح له اصول، لازم اطرح الكبير ناقص الصغير، لو انا معرفتش مين الكبير ومين الصغير هتبوظ مني المسألة. طيب انا لما جبت البي توتال طلعت بالمقدار ده، طب ممكن اجيب بي سلك واقارنهم ببعض؟ البي سلك بتساوي 2 × 10 ÷ 7، ده اختصار الاربعة باي مع الاتنين باي في المقام، في التيار بتاع السلك الاربعة على مسافته اللي هي 30 سنتي، يعني 3 من 10، هتطلع القيمة حوالي 6.2 × 67 ÷ 10 ÷ 6. تعالوا نقارن، الرقم ده أصغر من التوتال، البي سلك لوحده أصغر من التوتال، ده معناه إن البي خارجي أكبر. مش فاهم الحتة دي يا مس. لو افترضنا إن إحنا إن أنت إن مثلا شخص ألف معاه فلوس وشخص ب معاه فلوس، طرحتهم من بعض، طرحت الفلوس دي من الفلوس دي، كان الناتج 10. طب أنا عرفت إن ألف معاه 2 جنيه، ألف معاه 2 جنيه، يبقى كده ألف معاه فلوس أقل من المحصلة، ده معناه إن ب يبقى معاه كام؟ يبقى ب معاه 12، عشان يبقى 12 أشيل منها 2 تبقى 10. يبقى لما أعرف إن فرد منهم يعتبر معاه أقل من المحصلة، يبقى ده معناه إن التاني هو الكبير. طيب أنا عرفت إن البي سلك أقل من المحصلة، يبقى ده معناه إن البي خارجي هو الكبير، يبقى البي توتال هتساوي بي خارجي ناقص بي سلك. طيب البي توتال احنا جبناها بكام؟ احنا جبناها ب6.67 × 10 ÷ 6. طيب والبي الخارجي اسمها بي وعايزينها، طب والبي سلك جبناها ازاي؟ ب2.67 × 10 ÷ 6. طيب البي سيبها في مكانها وودي السالب الناحية التانية بالموجب، يبقى انت معاك 6.67 × 10 ÷ 6 زائد 2.67 × 10 ÷ 6، هيطلع الناتج تقريبا 9.33 × 10 ÷ 6 تسلا. ندور في الاختيارات هنلاقي الاختيار رقم ب، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده سؤال رقم 149، ملف مستطيل يمر به تيار كهربي وموضوع موازيا لاتجاه المجال، كثافته أدام موجود موازي يبقى التاو قيمة عظمى، يبقى التاو بيساوي بيان كثافة الفيض 2 تسلا، وعزم القطب المغناطيسي للملف 3 من 10 أمبير لكل متر مربع، فعايز عزم الازدواج. هنقول إن إحنا عندنا قانون للتاو، التاو بيساوي بيان ساين 90، لأن الملف موازي، ساين 90 بـ1. تمام. الأيان دي اللي هي عزم ثنائي القطب، يبقى أنا أجيب التاو إن أنا أضرب البي في عزم ثنائي القطب، هنا كثافة الفيض 2 وعزم ثنائي القطب 3 من 10، يبقى الناتج 6 من 10 نيوتن في متر. ندور على الإجابات هنلاقيها 6 من 10 نيوتن في متر، الإجابة رقم ألف. سؤال رقم 150 بيقول لي إن عندك أكتر، عندك جلفانو جلفانو جلفانو، الجلفانو ده توصل بمضاعف جهد، أنهي واحد في دول هيقيس قراءة أكبر قراءة لفرق الجهد؟ عايز يرتب الفولتمترات طبقا لأقصى قراءة لكل جهاز، مين اللي هيقيس في أكبر؟ طبعا اللي هيقيس في أكبر اللي متوصل بآر إم أكبر. طيب يبقى أنا عايزة أقارن بين آر إم هنا وهنا، آر إم على 2 عشان دول متوصلين على التوازي، ودي آر إم على 3، فالترتيب
الار ام دي كبيره يبقى ده هيقيس اكبر، يبقى في ايه هنا اكبر، وبعدين دي النص اللي بعدها يبقى دي اكبر من في بي، وفي بي اكبر من في سي، يبقى الاختيار رقم الف ان الفي ايه اكبر من الفي بي اكبر من الفي سي. السؤال اللي بعده 151 بيقول بيأثر في تتغير كثافته بمعدل ثابت عموديا على ملف دائري، فتتولد في الملف قوة دفع كهربية مستحثة إيه؟ فإذا زاد عدد لفات للضعف وقل معدل تغير الفيض للنصف، فإيه اللي يحصل للقوة الدافعة اللي هو قال عليها إيه؟ إحنا عندنا الـ EMF المستحثة سالب N في دلتا فاي على الدلتا تي، يبقى هنا عدد اللفات هيزيد للضعف والمعدل ده هيقل للنص، يبقى ايه اللي هيحصل؟ ان هيدنه زي ما هو قيمته ايه، يبقى انا هختار الاختيار رقم الف ان هتظل الاي ام اف المتوسطه برضو ايه. السؤال رقم 152 في الشكل عند انقاص المقاومه ار، فان اضاءه المصباح هيحصل لها ايه؟ هنقص المقاومه يعني هزود التيار، كلمه زياده التيار يعني مغناطيس يقترب ولا مغناطيس يبتعد؟ طيب تعالوا كده نشوف انا التيار ماشي ازاي. التيار بيمشي من القطب الموجب ويروح للقطب السالب، انا كده مشيت التيار بناء عن البطارية، واول ما بيمر تيار في الملف اذا دون عبارة عن مغناطيس، تمام؟ لو بستخدم قاعدة اليد اليمنى يبقى هنا N وهنا S، تمام؟ وعشان انت بتنقص المقاومة يعني بتزود التيار، يبقى اذا انا بتعامل مع ده على انه مغناطيس بيقترب، مغناطيس بيقترب. طيب الملف اللي جنبه اللي السؤال عنده بيقول لي المصباح اضاءته بيحصل لها ايه؟ دلوقتي المصباح جاي له اضاءة من البطارية وجاي له كمان تيار مستحث، لو التيار البطارية والتيار المستحث ويا بعض في نفس الاتجاه يبقى اضاءة المصباح هتزداد، لو تيار البطارية والتيار المستحث عكس بعض يبقى الاضاءة هتقل. طيب فين تيار البطارية؟ تيار البطارية سهل تحديده، بيخرج من القطب الموجب، ادي كده تيار البطارية. طيب التيار المستحث احنا عندنا مغناطيس بيقرب، طبعا الملف ده مش هيسكت، هيقول له ابعد، فيقول له ابعد ازاي؟ يكون هنا قطب شمالي عشان يتنافر وهنا قطب جنوبي، يبقى هنا ان وهنا اس، يبقى كده التيار لاعلى، يبقى اذا التيار على الملف اهو مع بعض، تيار البطارية مع تيار المستحث، اذا هختار الاجابة رقم ب تزداد لحظيا. السؤال رقم 153 في الشكل مغناطيسين متماثلين تماما يسقطان معا لأسفل من خلال أنبوبتين مجوفتين، كل ما تعودين على السؤال ده ان يعمل لي هنا ان الحلقة يعني مسار مفتوح مش مغلق، المرة دي جايب لي حلقتين بس، واحدة بلاستيك واحدة نحاس. طبعا ايه اللي هيخلي المغناطيس يتأخر عن الوصول للأرض؟ يعني بيقول يصل الأرض أولا ولا ده اللي يوصل الأول؟ يعني معنى كده ان في سباق، ايه اللي يخلي المغناطيس يوصل للارض الاول؟ لو مفيش حاجه بتمنعه زي التنافر، مفيش تجاذب ولا تنافر. طيب وايه اللي يخلي المغناطيس يتاخر عن الوصول؟ ان مثلا هنا وهو بيقرب ده يتكون قطب مشابه فيحدث تنافر، وهو جاي يدخل وهو بيخرج هيحدث تجاذب وهو خارج، فيحصل عطله مرتين فيتاخر وصول للارض. طب وهنا ايه النظام؟ هنا النظام عايز يكون تيار مستحث، مش هيتكون ليه؟ لان دي ماده عازله بلاستيك. طب وادام ما تكونش تيار يبقى بالتالي مش هيكون في مجال، وبالتالي مش عندي اقطاب، وبالتالي مش عندي تجاذب ولا تنافر، فهنا هيوصل للارض الاول. يبقى الاختيار ان الحلقه ايه تصل الارض اولا، يبقى الاختيار رقم الف. طيب ماشي نشوف السؤال اللي بعده، الهنري وحده تعادل ايه؟ يا ريت نحفظ وحدات قياس المقادير الثابته زي معامل النفاذيه زي الهنري. احنا عندنا الهنري ده معامل الحس الذاتي والمتبادل، الهنري بيكافئ ممكن نقول اوم في ثانيه، وممكن نفك الاوم المقاومه بتساوي الفي على اي يعني فولت في ثانيه على امبير، وممكن نقول ان احنا عندنا الفولت في ثانيه ده ويبر، ويبر على امبير، يبقى دي كلها وحدات مكافئه لهنري، يبقى الهنري اوم في ثانيه، فولت في ثانيه على امبير، ويبر على امبير. طيب ماشي هنا ايه الوحده من الوحدات دي؟ هلاقي الاختيار رقم ب فولت في ثانيه على امبير، يبقى هختار الاختيار رقم ب. السؤال 155 يرجع بطء نمو التيار في ملف الحس، طبعا اللي بيأخر نموه الاي ام اف المستحثه العكسيه، يبقى لان العكسيه بتظهر اثناء النمو والطرديه بتظهر اثناء الانهيار، يبقى هنا عندي الاجابه رقم ب تتولد ام اف مستحثه عكسيه. السؤال رقم 156 قام طالب باجراء الخطوات التاليه مستخدما الادوات الموضحه بالشكل، الخطوه الاولى
حرك المغناطيس نحو الملف اللولبي مع إبقاء الملف اللولبي ساكنا. طبعا كده بيقرب المغناطيس من الملف، إذا هيتولد في الحالة الأولى تيار مستحث. الخطوة الثانية، في الخطوة الثانية حرك كل من المغناطيس والملف اللولبي بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه. يعني إيه؟ يعني مثلا ده المغناطيس وده الملف، ده اتحركوا الاتنين في نفس الاتجاه، اتحركوا في نفس الاتجاه. طب وفي الحالة دي، لا الحالة دي مش هتولد تيار مستحث لأن لم يحدث تغير. يعني إيه لم يحدث تغير؟ يعني لم محدش قرب محدش بعد. إيه الدليل؟ أنا لو معايا شخصين بينهم تلت مثلا 3 أمتار، واحد قرب ناحية التاني متر، مش المفروض يبقى بينهم مترين؟ بس التاني بعد متر، يبقى المسافة ما زالت بينهم كام؟ 3 أمتار، وكأن لا واحد قرب ولا واحد بعد. هي دي نفس الكلام، يبقى الخطوة التانية دي ما تولدش تيار مستحث. طب الخطوة تلاتة، حرك كل من المغناطيس والملف بنفس السرعة وفي عكس الاتجاه، يبقى كده في عكس الاتجاه. ازاي بقى؟ يعني ده بيروح الناحية دي وده بيروح الناحية التانية المعاكسة، وبالتالي هنا كده بيقربوا من بعض، يعني التقريب مضاعف فينتج تيار مستحث. يبقى أي الخطوات السابقة اللي تؤدي لتوليد قوى دفع قربية مستحثة بالملف، الخطوة التانية، يبقى الاختيار رقم ألف الخطوة التانية بس. السؤال اللي بعده، إذا في الشكل المقابل عند تحريك المغناطيس في الاتجاه الموضح فإن شدة إضاءة المصباح. نروح للمصباح، المصباح واصل له تيارين، تيار البطارية وتيار مستحث. لو تيار البطارية وتيار المستحث في نفس الاتجاه يبقى تزداد إضاءته، عكس بعض تقل إضاءته. أقدر أحدد اتجاه البطارية، ده اللي أنا أقدر عليه، أدي كده حددت اتجاه البطارية. طيب والتيار المستحث، المغناطيس دون طبعا لما انا احدد اتجاه البطاريه دي، تمام، يبقى هنا كده قطب جنوبي هنا قطب شمالي. المهم ده اتجاه البطاريه، لما المغناطيس دون يبتعد يقوم الملف مش هيسقط، بيقول له ما تبعدش، لا تعالى قرب، فيشده ازاي؟ يتكون هنا قطب شمالي وهنا قطب ايه؟ جنوبي. يعني هنا قطب شمالي وهنا قطب جنوبي باتجاه التيار لاسفل. يبقى لاحظت ايه على الملف؟ لاحظت ان اتجاه التيارين المستحث وتيار البطارية ويا بعض، يبقى كده الاختيار رقم ألف الإضاءة هتزداد. نروح للسؤال 158، في الشكل إذا تحرك سلك عمودي على الفيض فإن جهد النقطة إيه؟ طيب ماشي، نبص كده بقاعدة اليد اليمنى، المجال للداخل والحركة الأعلى، يبقى إذا اتجاه التيار هيروح من البي للإيه؟ لحظة معايا، السلك هنا بعتبره بطارية، طب والتيار بيمشي ازاي في البطارية؟ بيمشي من السالب يروح للموجب، ده في البطارية. طب ماشي، ايه سؤالك؟ بيقول لي جهد النقطة ايه؟ جهد النقطة ايه دي؟ ايوه، ماله اكبر ولا اصغر؟ هقول له جهد النقطة ايه موجب وجهد النقطة بي سالب، يبقى جهد النقطة ايه اكبر من جهد النقطة بي، يبقى الاختيار رقم الف. السؤال اللي بعده، الشكل الذي تتولد فيه السلك ام اف الذي هو الشكل النون. معايا 4 اشكال، ال4 اشكال دول شكل واحد بس اللي هتتولد فيه ام اف مستحث. طيب الشكل ايه هستبعده؟ ليه؟ لان السلك شايفين الفي، الفي دي موازي للمجال، اتجاه حركه السلك موازي للمجال، وانا بنقول متى تنعدم الام اف المتولده في السلك؟ اذا كان اتجاه الحركه موازي للمين؟ للمجال، يبقى دي كده وتنعدم. ماشي، هنا نفس الكلام، ادي اتجاه السرعه موازي للمجال، يبقى دي مستبعدة. طيب هنا بقى هستبعدها ليه؟ هستبعدها لأن مش هقدر أطبق عليها قاعدة فيلمنج اليد اليمنى. المفروض إن ال3 أصابع في حالة تعامد حركة مجال تيار، تخيلوا الحركة دي مع اتجاه التيار، مين قال كده بقى؟ المفروض التيار في السلك لأعلى ولأسفل، أو لأعلى أو لأسفل. طب ماشي، واتجاه الحركة هنا، اتجاه الحركة في نفس اتجاه التيار، يعني مثلا هقول ده اتجاه المجال واتجاه الحركة والتيار، ازاي اخلي ايدي دي وايدي دي في نفس الاتجاه؟ مش هينفع يتحدى، يعني ده المجال وهنا التيار لأعلى. طيب واخلي الحركة كمان لأعلى ازاي؟ مش هتنفع ولا هتيجي، يبقى ده مستبعد. اما هنا هي دي اللي عندي، الحركة والمجال والتيار في حالة تعامد، يبقى اذا هو الشكل الصحيح الشكل سي، يبقى الاختيار رقم جيم، يبقى نختار الاختيار رقم ج الشكل سي. نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 160، بيقول تتولد ام اف مستحثة عندنا هنا، تتولد ام اف في ملف مساحته، ماشي معايا المساحة، المساحة دي كام؟ 10 سنتيمتر مربع، اضرب ال10 في 10 والسالب 4 عشان احولها، عدد اللفات
ب10 لفات وضع في مجال، فإن معدل التغير في كثافة الفضة يعني الدلتا بي على الدلتا تي بتساوي كام؟ بتساوي 10 أس 4. فعايز ايه؟ عايز التيار المار في الملف اثناء ذلك، عايز قيمة الاي. طب اتعامل ازاي؟ اكتب القانون اللي هو بيقول الاي ام اف يساوي سالب ان في دلتا، طبعا ايه؟ دلتا بي على الدلتا تي لان التغير حدث في البي. ماشي، الاي ام اف في الاي في ار. ماشي، ادي ان في ايه؟ في دلتا بي على الدلتا تي، ما عنديش اختيارات بالسالب عشان اهتم بالسالب. تمام، ادي الاي اللي هو عايزها، قيمة الار ب20، عدد اللفات ب10، المساحة ب10 × 10 سالب 4، والدلتا بي على الدلتا تي 10 أس 4، دي هتطير مع دي، يبقى الاي بيساوي 100 × 20 بتساوي 5 أمبير. نضرب في الاختيارات، لا الاختيار رقم ألف. السؤال رقم 161 يوضح الشكل تركيب محرك كهربي بسيط عند دوران الملف من الوضع الموازي، فإن مقدار القوة المؤثرة على السلك AB هيحصل لها ايه؟ احنا بنقول القوة اللي بتأثر على الضلعين الطوليين بتظل ثابتة ولكن بيختلف البعد العمودي اللي بينهم، يبقى احنا هنقول تظل قيمة عظمى، يبقى الاختيار رقم ألف. السؤال 162 يوضح الشكل تركيب محرك كهربي بسيط عند دوران الملف من الوضع الموازي نصف دورة، فإن قيمة عزم الازدواج المؤثر على الملف هيحصل لها ايه؟ السؤال ده ممتاز جدا لأنه هيوضح حاجات مش موجودة بين السطور. بمعنى احنا عندنا المحرك عبارة عن دينامو، ممكن احول دينامو الى محرك كهربي، بس ما ينفعش الدينامو ابو حلقتين، ولكن الدينامو النهون ابو اسطوانة مشقوقة الى نصفين بينهم مادة عازلة، او استخدام اكتر من ملف بينهم زوايا صغيرة متساوية. طيب ده معناه ان احنا عندنا عزم الازدواج موحد، عزم الازدواج موحد. يعني لما اجي ارسم عزم الازدواج ارسم العلاقة اللي هي خاصة بالتاو والسيتا، هيبقى الرسم عندي اولا ما ينفعش المحرك يبدأ من وضع الصفر، هيدور ازاي اذا كان اللي بيدور الموتور هو التاو؟ فما ينفعش يبدأ من التاو بصفر، لازم يبدأ من قيمة عظمى. يبقى ده منظر كده العزم، الدوران موحد الاتجاه كله في الاتجاه الموجب، وبالتالي هو عايز يدوره من ابتداء من الوضع دون نصف دورة. فهل يحصل ايه العزم الازدواج بقى؟ لو انت فاهم ان دي رسمة الموتور او رسمة المحرك الكهربي هتعرف تجاوب، هتلاقي ان خلال نصف دورة الجزء ده كده، الربع ده مع الربع ده نصف دورة، لو هيبدأ من الوضع الموازي هو لازم يبدأ من الوضع الموازي، ايه اللي هيحصل لعزم الدوران؟ اول حاجة هيقل وبعدين يزيد، هيقل وبعدين يزداد. ادور في الاختيارات هيلاقيه بيقول لي رقم د تقل ثم تزداد، يعني الإجابة رقم د. نيجي للسؤال رقم 163، سؤال مهم في الشكل، موضح إذا كان ملف المحرك مصنوع من سلك نصف قطره R وعدد لفاته N ومتصل بمصدر عديم المقاومة الداخلية، فإنه يتولد عليه عزم ازدواج أقصاه تاو. فإذا تم، يبقى أنا عندي دي تاو اللي في الحالة الأولى اللي قال لي على معلوماتها، إذا تم استبدال الملف بملف آخر من نفس المادة وله نفس الطول والعرض، يعني له نفس المساحة، طيب ولكن نصف قطره سلكه 2R، يعني أنا دلوقتي عندي R الجديدة عبارة عن 2R وعدد لفاته، عدد اللفات الجديدة بقت نص N. تمام، وفرض إهمال مقاومة باقي أجزاء الدايرة الكهربية عدم مقاومة الملف، يعني مقاومة الملف مش نقدر نهملها، فإن عزم الازدواج الأقصى يصبح كام؟ التاو هتصبح كام؟ نص تاو ولا تاو ولا 2 تاو ولا 4 تاو؟ نجاوب ازاي على السؤال؟ نجيب قيمة التاو في الاول، تاو بتساوي بيان. تمام، احنا دلوقتي عندنا ما جابش سيرة المجال وقال لي المساحة طول والعرض هيبقوا ثابتين، يعني المساحة ثابتة، يبقى اذا مين اللي هيتغير؟ الاي والان هيتغيروا. تغيير الان واضح وصريح انها بقت نص، لكن تغيير الاي مش واضح ولا صريح. ليه بقى؟ تعالوا الأول نقول نقطة مهمة، إيه هي؟ لو أنا عندي ملف مستطيل أهو، والملف ده عبارة عن لفتين، تمام؟ طيب أنا بقى عايزة أقلل اللفات للنص، يعني إيه؟ يعني أخليه لفة واحدة، طيب ما كده المساحة هتزيد، قالك لأ دي بقى أعتبرها فزورة، أنا عايزة عدد اللفات يقل للنص وحافظ لي
على نفس المساحة، نفس الطول ونفس العرض. يعني شوف ده كام في كام، تدنك محافظ على الطول والعرض وتقلل لي عدد اللفات للنص وتخليها لفة واحدة، يعني تحافظ على شكل الإطار ده. طب ما دي مشكلة، لأني أنا لو مسكت السلك ده وعملت منه لفة واحدة، اللفة هتديني مساحة أكبر. هو دلوقتي حطني في موقف حرج، إزاي أقلل اللفات لنفس المساحة؟ يبقى ده معناه إني لازم أجيب مقص كده وأقص لفة من اللفتين، يبقى عندي لفة واحدة. يبقى أنا قصيت الملف الطول بتاع السلك، طول السلك إلى النص. يبقى حتة إن اللفات تقل للنص ويحافظ على نفس الطول ونفس العرض، ده في معنى في وسط الكلام إن طول السلك هيقل، يبقى نص ال الجديدة هتبقى نص ال واحد، زي ما اللفات قلت طول السلك هيجي على حساب طول السلك. طيب ماشي، دي هتفيدني في إيه؟ إحنا قلنا التيار هيتغير، تعالوا نشوف تغيير التيار. مش الآي بتساوي في باتري على الآر، تمام؟ في باتري اهي على الار عباره عن رو اي في ال على ايه؟ ايوه. طيب الفي باتري الار الايه هنا باي ار تربيع على رو اي في ال، ايوه. طيب الفي باتري حصل لها حاجه؟ لا. الباي حصل لها حاجه؟ لا. نصف القطر حصل له حاجه؟ اه، نصف القطر زاد للضعف، يعني اقول 2 الكل تربيع، لكل تربيع يعني 4. طيب الرو اي حصل لها حاجه؟ لا. الطول بقى لسه احنا عرفنا ان الطول هيقل للنص. طيب ماشي، مقام المقام يبقى بسط، يعني 2 تطلع فوق في البسط تلاقي الـ4 تضرب فيها يبقى 8. يبقى اللي فهمت من الحوارات دي كلها ان التيار بقى 8 مكان عليه. طب تعالوا بقى نعوض هنا، احنا بنقول التيار اتأثر، فهمنا بقى ان هو كده هيزيد ل 8 امثاله ويعدي اللفات هيقل للنص، هطير دي مع دي هيبقى الناتج 4، يبقى تاو الجديدة عبارة عن 4 من التاو الأصلية. يبقى أنا أدور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم د 4 تاو. نشوف السؤال 164، مولد كهربي بسيط متصل بمصباح قدرته الكهربية تساوي 60 واط. برضو ده سؤال كويس علشان خاطر هنجاوب عليه بس مش بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. يعني مولد كهربي بسيط متصل بمصباح قدرته الكهربية تساوي 60 واط، الباور بتساوي 60 واط، تمام؟ ومقاومته عندي الار بتساوي 20 30 اوم، ماشي. فعايز القيمة العظمى للتيار المصباح، عايز الاي ماكس، تمام. تعالوا نستخدم قانون الباور، شوف ممكن نستفاد منه بايه. الباور بيساوي اي تربيع في ار. طيب ماشي، اشمعنى استخدمت القانون ده؟ عشان معايا الار وانت طالب مني الاي، بس خلي بالك الباور تتعامل مع الافكت فقط، وبالتالي الاي تربيع افكت بتساوي الباور اللي هي 60 على 30، يعني بتساوي 2 امبير. يبقى الاي افكت لوحدها اجيب الجذر للتربيع، اجيب الجذر يبقى جذر 2. طيب انا مش عايزه الافكت، انا عايزه الماكس. الاي ماكس بتساوي اي افكت في جذر 2، والاي افكت جذر 2 في جذر 2 هيطلع الناتج 2 امبير. ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم الف 2 امبير. سؤال رقم 165، محرك كهربي مقاومة ملفه 10 اوم. يبقى انا عندي المقاومة 10 اوم. يبقى خلي بالكم كويس جدا ان الجريدة دي فيها اسئلة عن المحرك الكهربي، ونادر ما تلاقي الاسئلة عن المحرك في الكتب الخارجية. مقاومة ملفه 10 اوم يعمل على جهد كهربي خارجي ثابت، يعني معايا جهد خارجي ثابت بس ما قالش على قيمته كام. يعني الفي باتري انا معرفهاش قيمتها كام، ماشي. وكانت القوة الدافعة الكهربية العكسية في العكسية بتساوي كام؟ 70 فولت. وتياره التيار، يبقى أنا معايا مقاومة ومعايا في العكسية، وفي اللحظة دي كان التيار ب6 أمبير، فإذا أصبح التيار في لحظة ما 8 أمبير، فعايز القوة الدافعة الكهربية العكسية. لما يبقى التيار بقى مش 6، لما يبقى التيار 8 أمبير، ممكن تجيب لي في العكسية بكم؟ طيب احنا دلوقتي قدام بنتكلم عن المحرك الكهربي، القانون بستخدمه القانون اوم للدائره المغلقه. انا بقول الاي بتساوي في باتري ناقص في العكسيه على الار، ده القانون بستخدمه في المحرك الكهربي. طيب هو مديني التيار، قايل لي في الاول انه ب6، وقايل لي ان الار قيمتها 10، والفي باتري مجهوله بس قايل لي على في العكسيه قيمتها 70. هعمل ايه بقى؟ هجيب من هنا الفي باتري، وبعدين
لما اجيب الفي باتري ارجع تاني اطبق القانون ده على المعلومات الجديدة واجيب منها الفي العكسية الجديدة. طب تعالوا هنا نشوف هنجيب الفي باتري ازاي. هنضرب طرفين فصتين، في باتري ناقص 70 بتساوي هنا 6 في 10 ب60، يبقى الفي باتري هودي 70 اللي بالسالب دي الناحية التانية تبقى بالموجب، يبقى 70 زائد 60 يبقى 130. طيب يبقى احنا دلوقتي معانا الفي باتري بكام؟ ب 130 فولت. نيجي بقى هنا في الحالة الجديدة هنستخدم نفس القانون بتاع قوم الدائرة المغلقة، الفي باتري ناقص في العكسية على الار. الاي بقى اللي هو عايزها في الحالة التانية 8، والفي باتري سواء حالة أولى أو تانية متتغيرش، هدلناها ال 130. هنا بقى المرة دي العكسية بتختلف، مش موجودة على الار. الار قيمتها بكام؟ ب 10. نضرب طرفين فاصلتين نقول 130 ناقص في العكسية هيساوي 80. هودي العكسية هناك بإشارة موجبة، في العكسية هتساوي 130 أوديلها 80 بإشارة مخالفة، يبقى 180 شيل منها 30، شيل منها 80، يبقى هيطلع معايا 50 فولت. ندور في الاختيارات هنلاقي الاختيار رقم ألف 50 فولت. نشوف السؤال 166. في الشكل موضح سلك مستقيم يمر به تيار كهربي مستمر وموضوع أسفله وفي نفس المستوى ملفين X وY، فإذا تناقصت شدة التيار المار في السلك تدريجيا حتى انعدمت خلال فترة زمنية T، عايز النسبة بين القوى الدفع الكهربية المستحسة في الملفين خلال الفترة EMFX على يعني تلك الفترة، عايز النسبة بين EMFX على EMFY. تمام، الحلقتين دول موجودين في مجال متغير، مجال مين؟ مجال السلك. يبقى السلك اهو الابهام مع التيار، هنا اكسات يبقى هنا نقط، يبقى الحلقه اكس والحلقه واي موجوده في مجال نقط بيقل. ليه بيقل؟ لان تيار السلك بيتناقص. طيب يبقى كده الحلقتين هيجي فيهم تيار مستحس واي ام اف مستحس. احنا بقى الاي ام اف المستحسه دي اللي بي واحده، ولكن المساحه تختلف، مساحه اكس اقل من مساحه واي، وبالتالي الاي ام اف اكس هتبقى اقل من الاي ام اف واي، يعني البسط اقل من المقام، يعني هنختار الاجابه رقم ب اصغر من الواحد. السؤال رقم 167. تم نقل قدره كهربيه عبر زوج من خطوط النقل مقاومته 2 اوم، يبقى انا عندي المقاومه الار ب 2 اوم لتشغيل مصنع، فاذا كان جهد المحطه في محطه بتساوي كام؟ بتساوي 1000 فولت. تمام، والقدرة ميت، القدرة الباور بتساوي 100 كيلو، يعني هضرب في 3 صفارة ماشي في 1000 يعني، فإن القدرة المفقودة أثناء النقل. يبقى كويس جدا هو كمان جايب لي مسألة عن محطة النقل، محطة توليد الكهرباء. طيب أنا دلوقتي هجيب إيه الباور إزاي المفقود؟ أول حاجة لازم يكون معايا التيار اللي هيمشي في الأسلاك، تيار محطة. يبقى أول حاجة لازم أجيب تيار المحطة، أي محطة عبارة عن الباور على الفي. الباور عبارة عن 100 ألف على الفي اللي هي 1000، 3 أصفار مع 3 أصفار، يبقى تيار المحطة عبارة عن 100 أمبير. نجيب بقى الباور المفقود هيساوي اي تربيع في ار، يعني هربع 100، يعني تربيع الصفرين 4 أصفار في الار اللي هي قيمتها 2، قيمتها 2 اوم. يبقى احنا عندنا دلوقتي 2 وقدامها 4 اصفار، يعني انا اقدر اقول انها عبارة عن 20 كيلو وات. ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ب 20 كيلو وات.